وتخرج من قلب العبد بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى فترسخ لا إله إلا الله وتطيش صحائف السيئات، فيقول الله لملائكته أدخلوا عبدي الجنة بحق لا إله إلا الله. وبعدين السحر اللي حصل للنبي عبارة عن إيه؟ سحر اسمه سحر ربط وتخيل، لدرجة إنه بعض السحرة علشان ياخد عهد مع الشيطان بيعمل أمور يستحضر بها الشيطان، تقبيل الأعتاب، التمسح بالحديد، تمسح بالحديد في الأضرحة، هل هذا من الإسلام في شيء؟ أنت ما عرفش أنت حاطط في المحفظة 23 جنيه بس، قال لك الكلام ده والكلام ده طلع صح، يبقى حاجة من الاثنين، يا الراجل ده نبي من الأنبياء يا إما شطار، وبما أن الأنبياء انتهوا خلاص يبقى الراجل ده شطار. حق جايك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك. آراء لا فتاوى، أفكار لا أحكام، متفق عليه ومختلف عليه، الله أعلم. بحق جايك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك.